السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا ومجعي عبد العزيز سهل فارح. والله أقانو سايرابو. وحنكسو أنا هاي مجال هذا بنجل. ما أنت وحنكسو قيد جل. دبلجة بقرت هذا بيش وردي علي. الحمد لله دين كيدنا هذه هذه وكعسين هاي. وحلو قياس وما جرناي. وحن إلهي كشكرنا هنا كذا شبال بقرت هذا والله جرناي. والله ندير إيه. الحمد لله. تذكر لو حسلام يا وردي علي نلو كنوا شهدين الدعالة هذا. هذه هذا يوم السلامي وحن ليه وقت والله وحكد وحكو وحكود 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 وعشرين ورمركة يوم حلاه من لماذا طلق يقرنك إن شاء الله وحسلام يا مشان هذه هذا وسلام يا جميل وسفرح يا نحن سري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا جو مشمع عبد الناصر كيلو إيه وكسر قيب جالي حفظة وطيرة بيشة وردي لقولي جاي deegaanka magaalada Bangal maanta ma sha Allah dad fara badan ay xafladda ka soo qayb galeen oo kala degmada degmada imaadeen ayagoo faraxdinta muujinayaan in ay xafladda ma garanayso bulshada ma aragtay ay ka muuqdaan ma sha Allah maanta aad baan garanaysa celebration uu galay halkani to Bangal hoolka Bangal lagu sameeyay xafladda ma sha Allah aad iyo aad u farax maxaan salaan u dirayaa u baaqayaa بقر كحدة بشوردي زي عبد الحسن أيام سلام درايا محان قلو سلام درايا مجموعة نوح ناصر عبدي هلكو كسوغن يهي محان سلام درايا مجموعة ياقوب عدو كنو هلكو كسوغن يهي محان سلام درايا مسلمين تدامان يو بقر طويلة بشوردي هلكي كسوغن يهين واني سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو سلام حمباليو 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 باشالو عن الله إن شاء الله عصر ونعيس إن شاء الله.
يعني ما تسكلي هلي ما عرفتي نسوي في جينا كنا سوي ما ماذا الله يسكلي الله دمكم هذينا هلي ما عرفتي نجي يجت لي أنا يا هان عبد الله هنا عبد الشوردي ووردي من الحصار بقرت ووردي واعد علوم له واعد سياسي له واعد بقرتوي له دبان دكان بنقل كلمة أها وردي ميل والبيت يوم دالي دبان دقيا إيه متى أيضا أنا بدين دين معها الله وحيري قبائل وحلو كيني لتعارفوا بها وإن لسكو أقوة الزماء وإن لسكو أقوة الزماء وردي هنولاتو هنولاتو وردي هنولاتو هنولاتو وردي هنولاتو هنولاتو وحان مهدني قعلنا يا مدى إلا ولا ليهن ما ربتي حفلتن أبابولين وإنتن عيدة أسوك إنتي كل وهم ديك إنتن مسجد مصامة يا مرتا وحالي هاي عيدة مقعدة هلا موجيو وانا اللي شاكي مانتو وهيستيري اللي شاكينا واحدة وحالي إنتو بارتك يا ديولا وحالي إنتو بارتك يا صوماليا وحالي إنتو بارتك يا إست أفريكا وعمان مالو فهمبلي عاليس وديريا ايه بنقل مها همبلي ومدريا نميا هل ولاتو وردي هم ولاتو انا ولاتو انا ولاتو وحانا نسو سلامة يا مهشمي ويا قوب عدو وحانا نسو سلامة يا مهشمي ونوح ناسب افشير 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 وكلا سلام يورنا جبريل كوسو فارح ومانتا تقديني ومانتا تقديني ايو سياسين اه ولمدا اه نمانا تقديني هالكاس نيروبيا عاصمة دينا كينيا مرحبا يا راديو بات كينا الديودة وحن اويسين اينا هالكان هانجوغن ايني كينا لغتا بالدقيو مير ومانتا لغتا بالدقيو وردي جوتو مركو وحن دونا يا هالعطي وحقينا اه كنتي وعمل يا ميشان جونو قبائل بغن بغنو وردي هان ولاتو هان ولاتو وردي هان ولاتو هان ولاتو وقلتو يا وردي وحال واقعنا دوي عبد لي يرهدو بلقات وردي وحال واقعنا دوي عبد لي يرهدو أهو سنان وردي وحال واقعنا دوي عبد لي يرهدو بغسنونو انت سيئة واحد قوة كمانتا واحد جبنا بنجل قبائل ومسرون وينينا سنة ورلهم كنت بلدقينا عدسي يعني يعصني عدو لد اياتهين هل اسكلا لين لي هاي افكيني ادمكين هل الا سوا سنة ورلهم عليكم بلدقين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ladies and gentlemen, I'm feeling great pleasure to attend this beautiful location of Pokartoye Wardey. Wardey Hanolato! It is a beautiful location of Pokartoye Wardey. What a great day to share a moment and celebrate our cultural diversity. I want to take this opportunity to salute each and every individual in this great community for their effort and hard work. I believe our heart will not go unrewarded. Ladies and gentlemen, you all understand the history of the community since the start of our kingdom, well-known kingdom, that is Pokartoye Wamo. Our forefathers paid the price for this great kingdom. Our struggles at that time was a struggle for liberty and a struggle for independence till today we are enjoying. Wardey, being the elder tribe of their community, in the Somali, we are also promising for peace and collaboration with other communities in the neighboring. Thank you.
As you know, ladies and gentlemen, as you all know, we passed in the period of the general election here in Kenya. I take this opportunity also to pass my thankful word to the great Somali way. Community for standing with us. Community that stand with us. Yes. We promise that government will serve equally to all of us. It is a clear. A friend indeed. It's a friend indeed. I'm saying once again, a friend in need is a friend indeed. Ladies and gentlemen, let us all stand together to work for this great community. We are all educated people. Let us make that education. Let us use that education to change and make this community great. If education, ladies and gentlemen, does not enter your mind and heart and change the way you think and your worldview, then take it from me. There is no difference between that education that you have and the shirt that you wear in the morning and remove it in the day. No one will force you to work for this great community. That is why we have a proverb that says, you can lead a horse to water, but you can't force it to drink the water. Nikibadilisha nyuma ya Kiswahili, napongeza wote ambao walihudhuria hafla hii tukufu kwa kuleta umoja, undugu, usawa na haki na ukweli katika community ya Wardei. Nawapongeza nyote, si nyinyi pekee bali wote ambao wanasherehekea kutoka Nairobi, Mombasa, Malindi, Hola na kwingineko. Nasema wasichana warembo ambao walihudhuria hapa, tunawapenda nyote. Madada zetu, tunawaambia hongera na pongezi. Nikienda kwa vijana pia nawaambia hongera na pongezi. Hatuwezi walipa wote ambao walijitolea wakakesha jana usiku ili kuwezesha hii hafla ikae hafla tukufu. Nasema hongera na pongezi. Nikitamatisha maneno yangu, kuna wengi walihudhuria, kuna wengi walikuwa wanataka kuhudhuria, lakini kwa njia moja au nyingine haikuwezekana. Tunasema tumewakilisha vizuri, msijali. Tunasema Wardei hanolato. Hanolato to the fullest. Thank you very much and may God bless you. Asante. Okay.
intuu qaaficuna oo meelaha waxa kale ku dhex dardarsanayo inuu kala dirin waxaasaa na kala dirihay inuu kala dirin halkoo aan ahaano dadkay halkoo ha ahaato wadankeedu baa xilyaami wadankeedu baa xilyaami oo kaama dhicaysa oo fakuma dhicaysa waxaasoo ilduulaatiga uu naga soo aqran kiisa waxa lama xirxirin muxuu noqon dabadabaysan halkasta kama soo galay marka aan laba iyo laba iyo toban af aan noqonay dalka ayuu ku didanaysa diyaaliyaasha midda ayadaha laysku soo noqdo ardayga soo haamaata ardayga noolaada oday kii ka fiican baa laakee wiilkii nooleyna ay noqda intii dhalin oo meesha joogta annagana baanu annaga hadaan nahay warday calin ma dhihin qabin waxaan nahay qowmiyad
أمين وعدو إلى لي وعبا الله أفق رمال وعبا الله أفق فورانتا وعبا الله أفق حوين وعبا الله أفق صومالي خوفك إنت على إيه لنا القمين وضع في ذكا سوى قمير مرقع عالن كاس عالن كاس ويقوم كوبية أفرق الله ستح كالله يقوم كوبية وابنوك وطنك الصومالية أفرق ورأي سعي سعودية أفرق يقوم كوبية مروا بلو مروا جزود مروا عدين مروا عقال عقال قررت معليه سبحانه قررت مبلغة أنا أورديها إلا لا فرمان مشتك إلا أيوم وعودة بيسا بس كمباري إلا أيوم مرريني دين عاسق الاندي قررت أسدوى دور أيكو في عطا يتاقسنتا وعلوية لأنه جزوين تلوار تذكر أكرفيني هذا العودة جزوين بركة علامتها عقال كان فراغ إنسان إلى نسيه على مدى فلوقة وأن نقدم عمل الله سوماليا عملنا سوماليا على كذا وفلوقة عرق سوية ما هو عن سوق بني وعمة الله قوي لا سوماليا وعلى قوة الله على مدى فلوقة ويكتر سنة على كذا علينا وعقوس وارتع الدين الدين كوالنمط والنول ووحيابا عام كتاي قومية مرتين علي علي مدح وينه ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
ee ku beegan tahay maalinta xuskeeda ee dabaaldegto. Aadan u mahadsannahay umaatana marka Ilaahayna ku mahadcelinayna arrinta darteed. Tan labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan walaalaha sharafta qadarinta mudan ee halkan isku imaadeen. Maxaa yeelay intana qof oo hal meesha ku imaatay dadaan maaha, qof walba dan buu leeyahay. Laakiin waxaa meeshan isku keena maxaa waay waa tanta guud ee cidda iyo dhiig dartiisa meeshan iskuka keenay. Dad baa ka imaaday jaradende su-aalaha soo tageen diin ma u imaaden, waxaa u imaadeen maxaa waaye beesha wardee aanay darteed. Dad baa ka imaadeen madhoogo, dadka hoolaa ka imaaday, dad baa ka imaaday dura, dadkaasoo dhan waxay arladaasoo dhan usoo maraa maaha inay maanta walaalahood ila dabaaldegaan, walaalahood ila baashaalaan, walaalahood ay waqti la qaataan ee halkan u imaadeen. Marka aad iyo aad aad u mahadsantiin dhammaan inta halka kasoo qayb qaadatay. Mahadcelin kadib walaalayaal, maanta horta waxaa meeshan iskuan keenay waa maqasheen waa dabaaldega. Maantana maxaa waaye inaan isxasuusino beesha wardee waxyaalaha ee la soo kulantay, waxyaalaha ee soo martay inaan isxasuusino. Yaa maanta meeshan isku imaanay ciyaar kale maaha, wardee runtii meel dheere ka imaatay, in badan ee soo martay, dad badanaa usoo dhintay, dad badanaa qabr ugu jira wardeyda magaca wardey dartiis, dad badanaa qabr ugu jira. Marka maanta adigoo dhallinyaro ah markaa dhalatay maxaa maqashay wardee? Wardee meesha ka imaatay ma garanaysid, waa iskaa tumani, waa iskaa ciyaari, dadna qabrigu ugu jira. Marka walaalayaal waxaa niga codsanayaa wardee nin walba waa inay maaragtay qalbigiis ku geliyo. Wardeenimada wax la iska keenkeeni kara maaha. Wardee waa dhiiga, dhiiga inaad ka dagaashaan rabo, dhiiga inaad ka dagaasho oo magaca wardee ka dagaasho, qof walba shaqaa ayay ka saaran tahay. Marka walaalayaal tan labaad aan kaali doono maxaa waaye midnimada inaan ku dadaalno, midnimada wardee inaan ku dadaalno oo qof walba uu ku shaqeeyo midnimada sidii wardee la isku keeni lahaa in laga shaqeeyo, gacmahaas wada qabsanno oo wax walba si wada jir aan ku wada qabsanno. Siyaasada ahaato, wax kalaba wardee qusasa ahaato, maxaarna inaan si wada jir oo guud oo wardeenimo aan ku wada qabsanno. Laakiin aad u dhaxdeen waxyaala kale ku kala jiraan oo waxyaala kale aan ku kala tirsanayno anaga dhaxdeen isma aaminayo. Marka wardeenimada aan muujinno ee qalbigana maaragtay qalbi nadiif aan ka dhigno, maxaa yeelay labada qof markay qalbigooda waxyaala kale ay ku jiraan ma wada shaqeyn karaan. Haddii anaga adi aan isla shaqeynayno, adigana qalbigaada waxyaala kale uu kuu sheegaa mise waxyaala kale ay ka buuxaan, runtii isma maqlayno mana wada shaqeyn karno. Marka waxaa naga codsanayaa waxyaalaha jaafuga oo waxyaalaha xunxun oo qalbiyaasheena ku jiraan aan ka saarno, wardeynimada aan ka dhimano, qof walba wardeynimada ha ka dagaalo. Anaga dhallinyaro ah maanta anagaa soo baxnay odayaasha way tegeen, odayablooyin ku dhihin adi intaa ka imaatay, intaa ka imaatay. Nin walba maxaa la rabaa wardee abtiskeeda maanta waa ila sheegay. Wardee maxaa la dhahaa? Wardee cali madaxweyne direen. Marka la odhanayaa tahay wardee cali, yaa ka tahay cali madaxweyne? Madaxweyne ke madaxweyne direen, yaa ka sii tahay? Markii lo irdiin sabareytumo sidaas weyti. Laakiin waxyaalo kale inaan maqalno ma rabno. Runtii waa waxyaalo laga xumaado markuu qof kale ku weydo qabiilkaada inaad waxyaalo kale sheegto oo qof kale aan ku dhahdo, runtii waa arrin laga xumaado. Marka walaalaheena maxaa niga codsanayaa gabdhaha ee ku socota dana, gabdhaha waxyaalahaas maad u jecelin inaad ku faantamaan ani intaa ka imaadaan, intaa ka imaado haddaa gobolinta faanayso maxaa ku faanta wardee cali madaxweyne dira ku faanintaas waxyaalo kale oo jaaf ah waxaa ku faana. Rabnaa haddii aad yar taho mise haddii aad weyn tahay cidda shaqadeeda nin walbabo xil ayaa ka saara. Odayaasha maanta way tegeen, waqti ma hayaan, xoog ma hayaan. Adigaa xoog haysaa, waqti waa haysaa. Maanta haddii la waxba inta laga soo qaban rahaa dadkii qaban lahaa waa inta nin oday oo 80 jir mise 70 jir ma sugeysa inuu wax kuu qabto. Anaan rabaa inaan wax ka soto. Marka ani maxaa niga codsanayaa inaan gacmaha wada isu wada qabsano, gacma wada jir ay wax ku qabto. Marka walaalayaal, tan kale aan rabo inaan maaragtay dad yar baan rabaa inaan wax yar aqoonsado oo arrintan ka soo shaqeeyeen, arrintan maanta aan sameynay inay hirgisho dad ayaa ka soo shaqeeyey. Dadkaas ayaan rabaa wax yar iyo inaan aqoonsano oo na arko oo na loo sacadeeyo, maxaa yeelay wax kale aan ugu abaalmarin karno ma jirto. Marka dadkaas aan rabaa.
بلوغه ديغي كرتي واقوم ويل الجيسيا على لابو قرتا ودكو دا صورة على لابو قرتا ودكو دا صورة قرسيني هولا قوبوين أفمدو حروريس قوبا قوبلوغة ديغي كرتي واقوم ويل الجيسيا على لابو قرتا ودكو دا صورة على لابو قرتا ودكو دا صورة وردي علي قبيو قعل وين مودن هوبيا هوبي هوبيا هوبي قوي هي سمان هوبي قبل قوح لهيو هوبي قرديو عقال هوبي هلك لابو قرتو هوبي قارلو وردي علي قبيو قعل وي